مساء الخير مساء الخير. عليك وعلى جميع السادة المشاهدين، أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة. طبعا رحلة أنه نتمنى أنه هذا الإنجاز البسيط يكون بارقة أمل أولا لبلدنا العزيز العراق والمدينة الحبيبة مدينة الموصل التي عانت ما عانته من الويلات في الظروف الأخيرة. بدأت رحلة الدراسة من جامعة الموصل، حيث أنا لازلت أعمل أستاذ وتدريسي في كلية الصيدلة في جامعة الموصل، وبعدها تم ابتعاثي لدراسة الماجستير في جامعة شيفيلد هالام، وحصلت على الماجستير بمرتبة الامتياز مع مرتبة الشرف بتخصص الأدوية والتقنيات الحيوية الفارماكولوجي أند بايو تكنولوجي. بعدها رجعت للعراق وعملت فيه وعادلت شهادتي، وتمكنت من الالتحاق بدراسة الدكتوراه من خلال برنامج التميز الأكاديمي. وخلال هذه الرحلة بدأت بوادر أنه عملية تطوير دواء جديد وإيجاد علاجات جديدة للأمراض اللي تصيب الجهاز العصبي بصورة عامة، بالذات الجلطات الدماغية، وبالإضافة إلى إصابات الحبل الشوكي. طبعا هذه الرحلة توجتني إلى أنه أحصل على منحة مدفوعة التكاليف بالكامل للذهاب إلى التدريب ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد ميديكال سكول، وبالإضافة إلى التدريب في مستشفيات ولاية بوسطن للأطفال كذلك. خلال هذه الفترة عملت على تطوير طريقة جديدة لدراسة الدماغ البشري، وذلك باستخدام الخلايا الجذعية، إضافة إلى تقنية بناء أول دماغ بشري على شريحة مايكروية، حتى نتمكن من دراسة هذه الأمراض المستعصية باستخدام أقرب ما يكون إلى الجسم البشري. بعدها عدت إلى أوكسفورد، وحالياً أنشأت فريقي البحثي وأعمل أستاذ في جامعة أوكسفورد، والبحث حالياً يتصب في أمراض الشيخوخة وكذلك الشلل الرعاشي باستخدام الخلايا الجذعية. حاليا احنا نعمل انا اعمل على اكثر من دواء. البحث اللي كان في مشروع الماجستير والدكتوراه هو لتطوير علاج جديد من خلال تقنية إعادة تدوير بعض الأدوية التي مقررة من منظمة الغذاء والدواء العالمية لأمراض اخرى. فاحنا حاليا بنعمل على دواء اسمه الترايفلوروفيرازين، وهذا الدواء حاليا وصلنا الى المرحله الثانيه من مراحل التجارب البشريه ونطمح ان شاء الله بالتحول الى المرحله الثالثه قريبا. فيما يخص عملي الاخر، لما كنت في بوسطن خلال مرحله ما بعد الدكتوراه عملت مع شركه دوائيه تدعى بايوجن. بايوجن هي الرائده في تطوير المضادات خاصه لامراض الشيخوخه اللي هي الزهايمر ديزيز، وعملت معهم كنت احد اعضاء الفريق البحثي، والدواء تم الموافقه عليه واقراره من قبل هيئه الدواء والغذاء الامريكيه العام الماضي تحت اسم الادوكوناماب. حاليا فيما يخص موضوع الدماغ البشري وليش اختاريت هالموضوع بالتحديد، مثل ما جنابكم يعرف عمليه تطوير الادويه هي عمليه طويله. نعم. استخدام الحيوانات المختبرية في هذه العملية قد يكون ليس أقرب ما يعكس ما يحصل في جسم الإنسان، لذلك أنا اليوم أعمل على ردم هذه الفجوة بين النتائج اللي نحصل عليها من الحيوانات المختبرية بالإضافة إلى ما ممكن تطبيقه على البشر. الكل يعمل اليوم بنظام الفريق البحثي، لا توجد إنجازات شخصية وإنما هي إنجازات للفريق بصورة عامة. هدفنا هو هدف إنساني وهدف علمي، هو يدفع هذا الأمر إلى الأمام فهو مرحب به. الدعم حصلنا عليه أولا من خلال الابتعاث عن طريق المبادرة التعليمية، جهود جامعة الموصل كذلك متمثلة بالأستاذ الدكتور قصي الأحمدي مشكورا لأنه حاليا بيقود حملة التغيير والإعمار، وبنحاول اليوم نفتح آفاق جديدة للتعاون بين جامعة أكسفورد كوني أحد منتسبيها وجامعة الأم جامعة الموصل كوني أحد منتسبيها، ونطمح إن شاء الله في القادم أنه من الأمر أنه نتمكن من دفع هذه العجلة إلى الأمام. ويوجد اليوم عشرات بل المئات مثل المعتز وأفضل كذلك، الكل اللي يحتاجوه هو توجيه الدعم لهم وتوفير البيئة العلمية الناجحة، وبالإضافة إلى الاستمرار بالاستثمار بالعقول. اليوم أصبح العلم هو ليست وسيلة رفاهية وإنما هو من مكونات وأساسيات الحياة، فلذلك أدعو من منبركم إن شاء الله أن يكون لكم اهتمام كذلك تفعيل برامج الابتعاث والزمالات والتوأمة مع الجامعات العالمية، ومتى ما أتيحت للشخص العراقي الفرصة تأكدي أنه سيقود الإبداع.